واحدة واحدة. عزيزو يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحدة. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتلبس ليه؟ ها؟ مفيش كنت باكي نام زميلتي في المكتب صاحبي بس انا واخده على حيبه زي ما فهمتك. ها؟ انا هخش اخد دش على السريع. ها؟ اخش اخد دش معاك. اخش دش ايه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 امشي يلا امشي. انت طارق؟ انا حبيت عندك النهارده. اهلا وسهلا. ليه؟ يا باكي يا باكنجهام ايه انت يا ستي اللي جايه على بيت؟ يا نسا انت حباتي هنا فعلا؟ ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده؟ ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينا هنا للشنطه كده بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. ده لسه جاي. كفايه كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه؟ يا ستي البسيهم كلهم بس يا ريت القصار قدام بقى والطويل ورا. انت حباتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكم؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. اه طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما هو حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها وبعدين تديها جاكوسي وسونا. سونا؟ ها بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها بتنام مقتوله. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عندي برد بدبارح. من ايه؟ بدبارح. من ايه؟ بدبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ اه جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. بعدي مامي. هو انتوا كنتوا تايهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعت التنس. انا عايز اقول لحضرتك أمال من حضرتك؟ أمال 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 مش عارف ولا ما قدامي يا بنت. مجنونة مجنونة بالحب لازم. آه مجنونة حبك أكيد. هو ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دشك دشك دشك. إيه بقى مكمل الأول؟ ما قلت لك يا أخي قلت لك أجي معاك. بعدين بعدين وقف. اه هنا كان في مزة. انت عملت ايه باكينام؟ قطعت امها. هادي. لا السفرية المرة دي طولت قوي. استحليتها انت وعشت هناك. عمدة عمدة. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل. رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. هو مفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سألت عنها في السجل المدني واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفس العنوان ما اتغيرش. عماد انا لازم اوصل لها. لازم اوصل لساره باي ثمن. انت فاهمني؟ هتوصل لها بس انا عاوزك تطمن نفسك بس ولا يكون عندك فكر. ها بقول لك انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا ده واد شغال في شركه موبايلات ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء خليك كول كده. الواد ده اصله قفل شويه وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. انا ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك ما شفتش عربيه سمرا صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. ما تخافش مفيش عربيه تتفضل. لا العظيم انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه. بعدين بقى في الحانه بتوحشها دي على الصبح. شو
يا ابن الكلب هتدغدغ العربيه. خلاص خليك انا هتصرف. في الشماسه الرخص هتلاقيها في الشماسه عندك. تاكس. صبحي يا وصل. ثانية واحدة. صباح الخير يا مسعد انت وصلاح. صباح الخير. رحلة سعيدة. اتفضل يا سيدي. هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ. عندك كمين خاص؟ ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع، جاي متاخر، مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. ما تجيبش السلسله على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى اتفضل. طب انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوط وهو في خدمه العملاء. طارق يا ابني انا زي مامتك الصغيره، انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه. ايه ده ايه ده ايه 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 بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتي اسجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه المشكله؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق، ده فرق شهرين، بيحطيه عندك في الدرج شهرين يقلب شعبوله لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق. اه انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي بلطجي بلطجي، انت فاهم؟ اه سناجو يا ليه سناجو. يا لهوي ايه ده؟ بلطجه بقى. بس انا ماليش في البلطجه قوي يعني. بلطجي بلطجي. يا سلام. صباح الخير. صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل. ايوه سيتي كول مع الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيكي. ابتسام اسمي. اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون؟ 506-35-66. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه المنيل. الخط مقطوع كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 ولا يهمك يا اختي ابتسام. انا عارف عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابه تجربه قاسيه عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا، هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا. اوكي ميرسي. ويا ريت نعتبرك صديقه البرنامج. صديقه الشركه. معلش سلام. مع السلامه. معنا اتصال تاني نقول الو. الو يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعه لكل الناس ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ لا 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 لكل الناس. يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من ال 500 خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. فاضل له 20 وانت حضرتك بقى يا حدق فاضل لك كم خط؟ فاضل لي خط. خط؟ ايوه. لا شيء. ايوه فاضل لي خط وابقى بدات ابيع في ال 500 خط. اسمع بقى يا خايب يا عايب. الاسبوع ده كله تنزل شيفت بالليل. فادي كول كول. مغلوب يا مان. بي كول. الو. عمده. ازيك يا حبيب؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك في واحد صديقي عز عليا قوي طالب منك 50 خط تليفون للشركة بتاعته. ايه؟ 50 خط؟ طب ما جيلك على طول دلوقتي. من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه! من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم ركز بقى بحوافزي. خليك في حوافزك انت. ايوه! ايوه ايوه لا مفيش حاجة. مفيش حاجة. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره
ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قلانه، جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه؟ انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع، فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم. يا بني ادم انت هنا في بيتي وانا ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي، معلش اتاخرت عليك. يا معتز ازي حالك؟ جبت الحشيش؟ اه جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ ترابورة. ايه؟ ترابورة افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كان؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده من عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش معلش. خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى، خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حزب. ده جون فينا يعني؟ في مصر؟ اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا. قلت لك، انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع؟ رد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. اسمه ماتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عاليه جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين، تقدمت اسكتلندا وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم 14. السلام عليكم. انا اعتبر كيف اوعى تيجي جنبها. ها انا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله ايه ده؟ المفروض ان دي شركه محترمه. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد جامد جامد. اتقل جامد. ايوه بس ايوه. شكرا. ها ايه رايك بقى؟ في الخمسين خط انا عناية ليكم. في الموضوع اللي قلت لك عليه. ايوه ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط، اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده. هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركه تجيب لنا شويه بيانات بسيطه عنه، عنوانه، سكنه، حاجات سهله جدا. ها يعني انتوا عايزيني اسرب بيانات العملاء؟ ايوه ايوه ايوه. ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد اخلاقي. يا سيدي سلامه مبادئك واخلاقك وصلاحياتك، الموضوع بسيط جدا. الانسانه دي ايه؟ انسانه؟ هي كمان انسانه مش ذكر؟ مستحيل مستحيل يا عماد. البنت دي غلبت من عنده خاتم الماس 9 إيرات وغيرت عنوانها. لا عرفنا لها عنوان ولا سكن ولا بيت، لا احنا ولا البوليس، وانت الوحيد اللي ممكن تخدمنا في الحكايه دي. ما ينفعش يا عماد، مستحيل مستحيل. 100 خط. وعايزين موبايلها كمان ولا العنوان بس؟ كل البيانات. برضه لا، مش انا، مش انا يا استاذ اللي يعمل كده، مش انا يا عماد اللي يتجسس على بيانات واحده بنت. انا اسف. الزياره انتهت، اتفضلوا. انا اللي هتفضل. مشروع الخطوط اتلغى. ولا كل خطوط العالم بعد اذنك.
أنا شريف. أنت فاشل، أنا عايزك تبيع لي خطوط. خطوط؟ ما عنديش مانع، بس أنا ليا طلب، عايز أقول حاجة كده. هدي لك 5000 جنيه. مش فلوس، الـ200 خط دول انتوا عايزينهم امتى؟ 200 ايه يا ابني؟ احنا كل اللي قلناه 100 خط بس. مين قال 300؟ انا من ساعة ما جيت هنا وهم 400. موافق. على فكرة هي عندكم بالتأكيد، احنا دورنا في كل الشبكات التانية ملاش أي وجود. اتفضل. 400 خط. ده طلب الشركة. قولي بقى اسمها ايه؟ وعنوانها؟ ورقم موبايلها؟ وكل بياناتها. يا ابني امال انت هتعمل ايه؟ معلش معلش نسيت، متوتر. فهمت؟ خلاص فهمت. اسمها ايه بقى؟ سارة محمد المهدي. اسم جميل. اوكي يا جماعة، ان شاء الله بكرة الصبح الـ500 خط هيكونوا عندكم. السلام عليكم. السلام. امسك كده يا راجل، ارفع رجلك. بس خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكله؟ علشان خاطر يا نوجة، دي خدمه انسانيه لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه النهارده. لا يا طارق ما تسبليش بليز. 5 ثواني. نو. هخش الكنترول روم 5 ثواني اجيب البيانات واخرج. 5 ثواني. نو. طب 3 ثواني. نو واي. طب نص ساعه. طب نص ساعه. اوكي. مرغني. طارق، ايه اللي جابك هنا؟ نجوى عايزاك تحت. نجوى حبها خليت على طول. بس حب من طرف ثالث. يعني ايه؟ اول مره اسمعها دي. يعني هي بتحب واحد وواحد بيحبها وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على اولاني، عمرها ما حكيت لي عنك. طب هي عايزاك تحت. طيب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ ما هي قالت لي استناك هنا لغايه ما تطلع تاني. هي لسه كده؟ ايوه انا خدت منها اذن. طيب هكدب عليك. عايز انزل الاقيك طرف اول. خلص. ايوه ساره 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 الضفراوي ساره معانا ساره محمد المهدي ساره محمد المهدي ايوه ساره محمد 18 شارع المعادي. تمام قوي. طيب ربنا يستر. ايه ده 5-7 ده رقم الاستاذ اسامه منير. اتصل. الو. هاي يا اسامه، على فكره الحلقه حلوه قوي النهارده. ميرسي ليكي، ربنا يخليكي. الصوت ده انا سمعته قبل كده. ايوه الكمبيوتر بتاعي فيه كان رقمه. ايوه 17. لا انت بتعمل ايه هنا؟ فيش، كنت عايز اتكهرب بس ما عرفتش. وانا كنت عايز احب بس ما عرفتش. ليه؟ حصل ايه؟ قعدت ترغي وما فتش من اي حاجه. طيب معلش. طب افك انا بقى. طب ما افك لك، انا معايا فك. طب معاك 10 5 تين؟ لا معايا 6 8 تين. يا راجل افك لك وبتاع، عمال ترغي وموقفني. اقعد يا مرغني. سلام. ماشي. جرب بقى الوصله، رب تكون اشتغلت. عشان كده حاسه ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني. صدقيني يا ريهام، الحب هيجي لوحده. كتير قوي نقعد ندور على الحب. دي ريهام صديقه البرنامج. اخطاء كبيره جدا. ايوه الحب ده اسمه نصيب، هيجي لك لوحده. شكرا ليكي على تركيزك. ازاي تبقى نصيب؟ خلينا نهدي لك الاغنيه اللي جايه. السلام عليكم. معتز فين؟ هتلاقيه فوق. معتز انزل. عبد الله على السلامة، ارك العربية في أي حتة واطلع. أنت عارف إني لا أستطيع الطلوع. أنزل أنت. أنزل بسرعة، عايزك. خلاص خليك أنا نازل. بسرعة. طيب خلاص. رهيبة رهيبة رهابة. القهوة؟ قهوة إيه يا راجل؟ دي تقرف. أنا بتكلم على البنت اللي أنا كلمتك عليها قبل كده. صوتها يا معتز تحفة. وأنت بقى سمعت صوتها فين قبل كده؟ سمعتها بتتكلم مع الأستاذ أسامة منير. إيه؟ أنت لسه بتسمع البرنامج ده؟ لا يا راجل. لا ده بالصدفة. انا ما خلاص بطلت. ايوه كده. انا عايزك بقى وزة تعرفني عليها. بقول لك ايه؟ ابعد عليها دي خالص واديهم رقمها.
لما اتاكد الاول انها مش نصابه. ولا ده اكيد بنت ملعبون عارفها. اخرس، انا ما اسمحلكش تقول عليها كده، انت فاهم ولا لا؟ ولا اخرج بره الموقع. يلا بره. انت مش محترم وضلالي. ولا انت بتعتني قدام العمال؟ ايوه اشهدوا يا عمال مصر. ولا امشي يلا. هاي يا جميله، انت فين؟ في الشغل، لسه خارجه حالا من عند المدير. طب ما تعدي عليا تاخديني ونروح المطعم اللي جنب النادي الاهلي. الفرصه جت. المطعم ده فين؟ ايوه ده في الزمالك. طب يلا باي. جميله ولا اقولك مش قادره اخرج، ما تيجي نتغدى عندي في البيت؟ طيب خلاص هستناكي. اوكي. ايه الاشكال دي؟ اكيد بتهزروا. طب انا اكلمها على الموبايل. اتصل بيها على الموبايل واشوف. ده انا تنسى في الموبايل. شيل الفيشة، شيل الفيشة. انا قفلت. انت بتحكي على ايه؟ مش انا اللي بتكلم. اهو بقول لك ايه لو سمحت. نعم. في مطعم تاني او كافيتيريا او حاجه هنا جنبكم ولا حاجه غير دي؟ اللي لازق فينا ده على طول هنا كده. يا راجل يا ساتر. ممكن تفهم بعد اذنك؟ لا شكرا. يا ترى هتطلع اي واحده فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. ايه الصحراء دي؟ سوري يا جماعة، معلش لو سمحتوا، اللي عاملة تليفونها سايلنت يا ريت شغل الجرس. ها؟ انت يا استاذ. ايوه اطلع بره لو سمحت. حاضر. ما جاتش ليه بس؟ لو سمحتي، هو حضرتك داخلة هنا تعملي ايه؟ اكيد تقصدي المحل اللي جنبنا على فكرة. يا سلام، خش يشوف الشعور اللي جوه، بكرة تتعقدي. ترى بلكونتك بتبص على الشارع. هتيجي سارة. ده شكله كلب. اعمل ايه؟ مستشفى. ام 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 او اس. ايوه الو، مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربية اسعاف. يا رب ولد. ايه دي؟ مش حامل. يا رب تقوم بالسلامة.
يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجه حاله تسمم، واضح انها شربت حاجه مش نظيفه غصب عنها. اغتصاب؟ اغتصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكره بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم. وصفات فتح احلامك يا ريان. ياه ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. اهو خليكي مرسي خالص. طب المواصفات الاساسيه؟ يعني يبقى حالم طيب، واتمنى يعني انه يبقى جذاب جدا طويل، ويا ريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ وطبعا دي كلها مواصفات اوليه. ايه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي ده تعجيز صفة واحده بس هتختاري ايه؟ الاسئله دي من بره المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم الشريط حيموتني. معتز معتز انا بتصفي يا معتز. انت ايه شريط 24 ساعة؟ مش فاتح.
ده انا فتحت لك باب الكاسيت عملت فيا كده، اما لو فتحت لك باب الشقه هتعمل فيا ايه؟ زباله وبتشتم كمان؟ هات الزباله يا استاذ طارق. اجري يا عم تسوق من عندك، في شريط متوحش بره. شكرا شكرا. طارق بيه زي صحتك؟ اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا استاذ فادي؟ عملت لنا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في النمره. في رقم الموبايل. والله هو الحقيقه يا استاذ فادي اصله يعني البيانات مش تحت ايدي قوي، فانا محتاج بس